السلام عليكم طلاب، صباح الخير. تعرفون الفاينل يوم الأحد، ومفروض هذا المقطع ينزل من زمان، بس شوية مشاغل الساعيات وهواي أمور. أول خطوة بعد تنزيل برنامج الكام سكانر النسخة الأصلية، هسه راح أشوفكم أكو نسخة هي مو الأصلية، يعني اللي نزل روابطها فقط، نزلناها سابقا وراح أنزلها هسه ومعممها. اللي راح انزله هو رابط تحميل الكام سكانر بتطبيق الابل ستور، ورابط تحميل الكام سكانر بتطبيق السوق بلاي. مرات يقول لك هذا التطبيق غير متاح في بلدك، راح ننزل روابط اثنين، تنزله من جوجل راح يجيك رابط جاهز احنا هم نزودك بيه، او ننزلك بملف كامل شبيه بشلون الملزمة من تحملها موجود عندنا ايضا جامعة الاندرويد، اللي ما يتحمل عدته بسوق بلاي يطلع لهم غير متاح في بلدك هذا العنصر، او لا يتوافق مع جهازك. بعد تحميل تطبيق الكام سكانر راح نضغط عليه ونفتحه. اول اختيار سماح، امشي هاي الخطوات. الاشتراك، تسجيل الدخول، لو استخدام الان، استخدام الان، سماح ايضا. اوكي، عندك هاي الصفحة الرئيسية. تطبيق كام سكانر هو التطبيق اللي يصور الإجابة ويسمي الملف ويحوله بي دي اف. التوجيهات، الورقة اللي تحل عليها ممنوع تكتب عليها اسمك، تكتب اسمك فقط على الملف. هسه راح نشرح شلون راح تكتب اسمك. أول خطوة راح تضغط على الصفحة الفلانية، على سبيل المثال يمي هاي الصفحة. اوكي، هاي الصفحة تمام. مثلا سؤال رقم 4 هذا، حلو. هسه صورت، اضغط التالي. هسه شنو اجت؟ واضحة، تمام. اضغط حفظ. هواي اسئله مخنا، شلون نضيف اكثر من صوره؟ انا يخليك شلون نضيف اكثر من صوره، انتبه هواي. اضغط ايضا، غير انت صار عندك صفحه رقم 1 او سؤال رقم 1 مثلا، اضغط ايضا على الكاميرا، راح يرجع وين؟ يرجعك لاضافه سؤال. على سبيل المثال نضيف هذا السؤال، سؤال رقم 2. جيت اوكي، ننقر هاي، تمام. شنو نضغط هسه؟ نضغط التالي، ننتظر، تن، اضغط حفظ. اوكي، هاي اكس، اضغط ميلها، صار عندك سؤالين. بعد نضيف على سبيل المثال سؤال رقم 8، او نضغط هسه، نضغط على مفتاح التالي. انتبه للتصوير، اذا فلاش اضاءة مش زينة راح يطلع عندك مثل الصفار، لون الاصفر الفاتح بالصورة، فهاي من تنسحب اجابتك بي دي اف راح تنسحب مو واضحة، فانتبه خلي صورتك واضحة نموذجية نفس الصورة اللي قدامك هسه. رجاء شغل لمصلحتك، هاي اجابتك رتبها، اضغط حفظ. صار عندك 3 اسئلة. بعدهم اضيف، اضغط على الكاميرا مثلا هذا السؤال، الصفحة كلها اجي، حلو. هنا انت مرات تحكم، قص يعني رتب اجابتك بهيجي، يعني تحكم بالسؤال خليه مرتب يطلع. اوكي، هاي حسب ترتيبك. بعد اضغط التالي، هسه الاجابة صارت سكانر، تضغط حفظ، صار عندك على سبيل المثال 4 أسئلة. شلون راح نسمي هذا الملف؟ شلون راح نسمي هذا الملف؟ أعيد، نضغط على كلمة كام سكانر والأرقام اللي جواها، التاريخ، راح تطلع لي هاي الصفحة. طلعت لي هاي الصفحة، أحذف الكتابة الموجودة، حذفت الكتابة الموجودة، أكتب اسمي فقط. التوجيهات الأخيرة، تكتب اسمك مو اسم المادة الامتحانية، لأن أنت ما راح تكتب اسمك على الورقة، ممنوع. مقتدى
أمجد عبد الرحيم: موافق. الخطوة الأولى نزلنا البرنامج، الخطوة الثانية فتحت البرنامج، كملت إعداداتي، ضغطت على مفتاح الكاميرا، يعني إضافة تصويرة أو إضافة الصورة أو إضافة السؤال. فعلى سبيل المثال صورت لكم 4 أسئلة، شلون هاي اجت بالعرض؟ عادي ماكو اشكال، هي تنسحب طبيعي. هنا انت اضغط، انت كملت هسه ال4 أسئلة، صورتهن، سميت الملف، اضغط على مفتاح او ايقونة البي دي اف، فتح الملف البي دي اف. لا تضغط على ازالة العلامة المائية، ما لك علاقة بيها انت، هاي الا برنامج مدفوع، ما لك علاقة بيها، مجرد تتقيد باللي موجود عندك. اوكي، تتقيد باللي موجود عندك، يعني فقط هاي هسه تصوير اجابتك، تصوير اجابة نموذجية، والملف باسمك مقتدى امجد عبد الرحيم. اوكي، تجي هسه شو تسوي؟ تسوي له مشاركة. سويت له مشاركة، تريد تسيف الملف يمك بجهازك، تريد بالتليجرام وتحفظه، اللي عجبك اللي عجبك. اجي مثلا اسيفه بجهازي، تم حفظ الملف بجهازي موجود هسه، اريد ارسل الملف بالتليجرام، ارسلت الملف بالتليجرام. شفتوا اسم الملف؟ باسمي، اضغط النقاط الـ3 واسوي له سيف. انت مخير، تريد تحفظ منك، تريد تحفظ بهاي الطريقة اللي عجبك. اجي اتأكد موجود الملف يمي، افتح الملف، عندك هذا السؤال الاول بالعرض وبالطول، ما عنده موجود. السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع، وهيجي بدون ما تكتب اسمك، تكتب اسمك فقط على الملف. شرحنا التطبيق بالتفصيل، عندك مشكلة بتنزيل التطبيق تواصل ويانا مباشرة. روابط التطبيق أبل ستور، سوق بلاي، عندك يطلع غير مثلا لا يتوافق مع جهازك أو غير متاح في بلدك، تواصل ويانا، راح نعطيك رابط خارجي أو نعطيك ملف كامل مثل هذا الملف اللي قدامك، بس تضغط تنزيل. أريد نشوفكم طلاب، دقيقة واحدة. هذا البرنامج، هذا مو كام سكانر اللي نشرح عليه، هذا يعتبر نصائح كام سكانر أو نسخة مقلدة، مو الأصلية اللي نعتمد عليها. فأنتم لا تنزلون وتشتبهون هذا التطبيق، التطبيق فقط اللي صورته موجودة بالشرح وروابطه اللي راح ننزلها احنا، تمام؟ ان شاء الله واضحة عندكم المعلومة، واي اشكال اخر احنا بخدمتكم طلاب. مع السلامة.